مقسم الى ثلاث اجزاء. الصاله الوسطى اللي هي اللي موجوده في الوسط دي بتفصل بين الجزئين المهمين، الجزء اللي الحافي هو ده، والجزء اللي بيخدم الجزء الحافي. تمام. الجزء اللي الحافي اللي هو ده مقسم لواحد اثنين ثلاثه. اول جزء اللي هو اللي هناك ده هنخصصه لوضع تماثيل بعض الملوك غير المعروفين. يعني حضرتك تسأل أي واحد مصري أجنبي هم مين ملوك مصر المعروفين، هيقول لك 10 مثلا، خوفو خفرع منقرع تحتمس رمسيس كده يعني. لا ما غير كده ما يعرفوش، ما يعرفوش حد يعني للأسف يعني. عارف مين اللي قاعد هناك ده؟ ملك مهم جدا 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 أحد العشرة التماثيل اللي ده، ملك مهم جدا 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 اسمه سونوسيرت الأول. سونوسيرت الاول ده عامل حاجات كتيره جدا 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 جدا، اهم حاجه فيها اسمها الفيوم. الفيوم عباره عن 41 متر متر تحت الارض، القاهره 25 متر تحت البحر يعني. فيضان عالي جدا، راجل يفتح فتحه تتكون بحيره قارون، الناس بدات تعيش جنب بحيره قارون. فيعني لما المتحف يتكمل ونفتح يعني نحط تماثيل بعض التماثيل اللي غير معروفين في الحته. هنا في الحته دي صاله العرض المتغير. يعني مثلا لما نكتشف اكتشاف جديد مثلا ولا حاجه بنحطه في الحته. لما مثلا نشوف في بند ثقافي مهم جدا زي ما انت مثلا عارف في الدول في بتتعامل الشمس على وش رصاص الثاني في معبد ابو سمبل. السنة الجاية 24 ما تروحش ابو سمبل يا معلم، تعال عندنا هنا. شايف الشباك اللي هو اللي فوق ده يمين؟ فوق يمين في حتة مفتوحة كده، الشمس في 22 اكتوبر 24 23 اللي مش هيكون المتحف لسه اكتوبر يعني. الشمس هتخش من الفتحة دي تخبط في الحيطة دي تنور وش الراجل ده اللي واقف مايل كده عشان الشمس تخبط في وشه. 24 فما تروحش ابو سمبل 24 ولا 24 ولا 25 ولا 26 ولا 27 تعالى مثلا. تمام؟ لما مثلا قطعه من القطع اللي سرقت او اللي راحت يعني سافرت ترجع. لما قطعه من القطع اللي سافرت ترجع. وعايز اقول لك على حاجه مهمه جدا 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 جدا، احنا بتوع الاثار مالناش دعوه بيوتيوب ولا فيسبوك ولا الكلام ده. لا مالناش دعوه بالكلام ده، انا عايز اشوف والمس وبعد كده نتكلم. تمام؟ عايز اشوف والمس وبعد كده نتكلم ونتناقش يعني. اذا كان في اوروبا وامريكا 10 قطع هم سرقوا 3 واحنا اهدينا او بعنا 7. اديك مثال؟ اديك مثال. من عهد الملك فؤاد الاول لغايه سنه 1983 اول امبارح 40 سنه كان هناك في مصر من يمتلك رخصه لتجارة الآثار وكان يحط على المحل بتاعه كده تاجر آثار. يعني حضرتي أجنبي أروح لعم حسين تاجر الآثار أقول له الموميا دي حلوة كده بتاعت مين دي؟ يقول لي حسي راع مثلا، اسم حقيقي يعني كان طبيب أسنان، يقول لي بكام الموميا دي؟ أقول له ب1000 دولار، يروح دافع لي 1000 دولار. أروح أنا أعمل له ريسيت عم حسين، أعمل له ريسيت ويكتب له تفاصيل ورخصه رقم كذا ويديله خطه. اروح انا واخد حسي راع ورايح المطار كده، الراجل بتاع الجمرك بتاع المطار بتاع الاثار يقول لي ايه ده؟ اقول له حسي راع. طب ده موديه فين؟ يقول لي معايا رسيت من عم حسين. يقول لي طب اتفضل. حلو قوي. الوحيد الذي له الحق في اعاده حسي راع هو الراجل ده اللي اشترى. انت مالكش صالح. ليه؟ لان اشترى اشترى من البلد. مش من حرام. لا. اشترى برسيت برقم رخصة. محمد علي. ادى المسلة بتاعت التايمز والمسلة بتاعت كونكور لفرنسا وانجلترا. جمال عبد الناصر. 5 معابد كاملين معابد معابد اهداها لاوروبا وامريكا. لما انقذوا معابد ابو سمبل. وحاجات كثيرة جدا ممكن احكيها لك. لانه اذا جيت الحق يعني احنا عايزين 4 حتت ولو رجعوا لنا ال4 حتت هنبارك لهم في الباقي والله العظيم. عايزين جدودنا اللي بايتين بره كلهم ملوك او غيرهم يجي يباتوا هنا مع اهلهم.
وعايزين حاجه الرسول، وعايزين مساله صعبه جدا، وعايزين نفرتيتي لبرلين، وعايزين الزودياك الفضي اللي موجود في اللوفر باريس. لو رجعنا الاربع حتت دول عبارة عن طبق فلكي، مجرات وشمس ونجوم وحاجات زي كده، حاجة رائعة يعني، بتعود إلى العصر البطلمي. كانت موجودة في معبد دندرة في محافظة سوهاج، كانت فضيحة لما أخذوه، والفضيحة الأكبر إن هم بعد ما سرقوه أخذوه ودوه اللوفر باريس دون واحد من القاصدين في عهد حسني مبارك، قبلوا وحطوا في نفس المكان بتاع القتل. لما يرجع حاج الرشيد سنة أخذوه في عهد مين ولا أخذوه إزاي؟ أخذوه في عهد الملك فؤاد الأول. فؤاد الأول. لما يرجع حاج الرشيد إن شاء الله سنة 3000. سنة 3000؟ يمكن 3000 وشوية. إنما عندي حاجات كتير. خلي عندك أمل يعني. هو يعني الدكتور المفروض إنه بياخد ثلاث أربع ساعة، صعب كتير. وأنا لسه عايز أحكي لك شوية حاجات كمان. فين بقى المتحف؟ المتحف موجود في صلاة الفجر. كل المعابد المصرية حضرتك كلها بدون استثناء عندك طلع فوق كل المعابد، مش كده يعني، بس يعني دايما تلاقي ان قدس الكنيسة حتى تلاقي الهيكل طالع سنة كده، يعني ابونا لازم يطلع درج كده عشان يخش الكنيسة. عارف ليه؟ لان اقدس الاماكن في المعبد او في الكنيسة هو اقربهم الى السماء، هذا الدرج العظيم ايضا، بيحكي حكايتي وحكايتك. بس لو واقف انا هعملها بس. على الرغم من ان كلمه ولاد تسعه مش جايه من التسعه عشر. يعني في ولاد سبعه. اللي جايه من اسطوره مصريه قديمه وتسع الهه وحكايه حلوه كده بحكيها لك بعدين. تقريبا. يعني بكذب عليك. مفيش وقت. سيب لي الايميل بتاعك وانا اديك حاجه كده. اوكي. الدرج العظيم بيحكي حكايته وحكايته. حكايه البني ادم ان انت بتبدا في الارض وكل يوم بتقترب الى السماء، بتطلع درجه من درجه، كل يوم بتتناقص الايام وبتقرب للسماء مع انك مش واخد بالك ولا انا، انما كل يوم بتقل الايام. فهنا بيتكلم عن الملوك قاعدين اهو، وكل يوم بيطلعوا فوق بيقتربوا الى السماء. الملوك قاعدين عمارتهم الدينيه شغاله، في الاخر خالص قبل ما توصل للازاز تلاقي التوابيت ماتوا. يا عيني الله يرحمهم، تقول يا عيني عليكم ماتوا، ترفع وشك كده من الازاز تلاقي الثلاث اعراض. انا شفت الازاز اللي هناك ده.